الحقيقه لسه مع اجواء المباراه، مباراه الاهلي والترجي النهارده، الفريق بيواصل تدريباته تحت قياده مارسيل كولر، ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت القادم. خلينا نروح لاحد النجوم الكبار في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد كشري، واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقه. كابتن كشري، اخبارك يا حبيبي؟ كابتن اسلام حبيبي، الحمد لله تمام. عامل ايه؟ كله كويس؟ والله تمام الحمد لله كابتن. الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. ربي يخليك حبيبي. الماتش اللي زي ده يا كابتن كشري بتفكر فيه ازاي؟ لا هي مباراة صعبة طبعا، مباراة صعبة، لأن النتيجة بتاعت الماتش الأولاني نتيجة لو هي إيجابية بعض الشيء للنادي الأهلي فإنها برضه نتيجة خطرة. نعم. فريق بيلعب على هدف، عايز يجيب هدف في القاهرة هنا، تضطر إن أنت تلعب عايز تجيب قدامه هدفين، فنتيجة خطيرة جدا. وفريق الترجي واضح جدا إن هو بيلعب على التكتيك الدفاعي بتاعه، إن هو يفضل محافظ على المرمى بتاعته ويشتغل على الكور الثابتة اللي هو متميز بيها والكور العرضية. فطبعا فريق الترجي هيبقى متحفظ دفاعيا، واعتقد ان فرصه النادي الاهلي البدايات في المباراه، لو النادي الاهلي بدا بشكل هجومي مكثف اعتقد ان احنا نقدر نضغط ونقدر باذن الله نسجل، واتمنى ان النادي الاهلي يسجل هدف ويغطيه بهدف ثاني، لان المباريات دي بتبقى 50 50 مهما يكون الفريق اللي قدامك انت شايفه في مش في حالته الفنيه العاليه، لكن المباريات النهائيات دايما بتبقى الفرص متساويه للفريقين، والفريقين بيلعبوا على اخطاء بعضهم. واعتقد ان مارتا كولر الراجل يعني عارف امكانيات الفرقه اللي بيلعبها وعارف امكانيات فرقته، ولكن نتمنى باذن الله لعبتنا تكون في هدوء يعني على قد حجم المباراه، ما نضغطش طبعا، اكيد المباراه كبيره وجمهور كبير، اتمنى اللعيبه تكون هاديه في الملعب يعني عندهم هدوء ويتعاملوا مع المباراه بذكاء، وان شاء الله الاهلي قادر، الاهلي عنده مفاتيح لعبه الهجوميه اللي تقدر تخلص المباراه على فريق الترجي، بس ما تخليش الترجي يجي في الخط الامامي في الكره العرضيه لانه متميز. انت كنت بتتكلم دلوقتي عن امكانيات الترجي وامكانيات الاهلي، امكانيات الترجي شايفها ايه؟ او اهم امكانيات الترجي؟ لا الترجي بيلعب على التأمين الدفاعي، هو المدرب اللي معاهم ليه اسلوب اللي هو انا بدافع ما يخشش فيا جون وبلعب على واحده في المباراه، وده اللي وضح في المباراتين بتوعه حتى مع صن داون، حتى في المباراه اللي كانت في تونس كان متحفظ جدا ان هو يخرج بالمباراه ما يخشش فيه جون، هو بيلعب على هدف واحد، مش من نوعيه المدربين اللي بتجازف او اللي هي بتشتغل هجومي كتير، هتلاقيه مقفل خطوطه وواقف صح ورا عامل تكتل دفاعي ومنتظر هو كره ثابته، منتظر هجمه مرتده يخلص فيها الجيم. واكيد طبعا فريق التحليل في النادي الاهلي والجهاز عارف ان فريق الترجي ده اسلوبه في الفتره الاخيره ونجح فيها مع فريق صن داونز، وبالتالي لما ينجح فيها مع فريق زي صن داونز بالتالي هيشتغل على نفس الاسلوب مع النادي الاهلي، ودي بانت في المباراه الاولى. لكن انا احذر من حاجه، ان فريق الترجي مش هيبقى الترجي بتاع تونس. يعني الترجي ممكن يبقى اشرس هنا من مباراه تونس، لان المباراه هنا هو محتاج في الاخر يفوز، لأن النادي الاهلي جاب هدف اتمنى النادي الاهلي ما يتراجعش، لان هو هيبقى مازال بيدور على هدف واحد، هو بيدور على انه يجيب جول واحد، فبالتالي لعيبه الاهلي ما تتراجعش بعد ان شاء الله ربنا يكرمنا بهدف ما نتراجعش. ودي بانت لو شفت حتى النهائي الكونفدراليه بتاع الزمالك ونادي البركان، تراجع نادي الزمالك كان ممكن يخلي نادي البركان يجيب هدف كان فيه خطوره على مرماه ما عملهاش فريق نادي البركان في المغرب، فاحنا مش عايزين السيناريو ده يحصل معانا، لان دي كوره في الاول والاخر، ممكن كوره بالتوفيق يجي ممكن خطا، فالنادي الاهلي ما يجيبوش عند منطقه الجزاء ويبقى دايما ضاغط عليهم في بدايه المباراه، اعتقد الضغط عليهم ان شاء الله الاهلي قادر، لان احنا عندنا لعيبه تمتاز بالسرعه والمهاره في الجزء الامامي، وعندك لعيبه في نص الملعب لعيبه كوره، فان شاء الله باذن الله انا يعني واثق ان الخواجه هيدير المباراه كويس، وان النادي الاهلي يقدر يخرج بالمباراه باذن الله بمكسب ان شاء الله ويتوج بالبطوله اللي احنا كلنا بنعشقها. كابتن كشري، الاهم ما يميز برضو النادي الرجاء النادي الترجي انا اسف الثلاثي الامامي، الثلاثي الامامي عندهم الثلاثه لعيبه كوره سواء حسام الدين غشه او
رودريجوز او يان ساس. هذا الثلاثي له نواحي او عنده نواحي هجوميه قويه، خصوصا ساس هو اهمهم من وجهه نظري، يعني ما اعرفش وجهه نظر حضرتك ايه، هو اهمهم، هو المحرك الرئيسي لهذا الفريق، زي ما حضرتك قلت بيعتمد فيه على، بيستنى ان هو يعمل فاول يشوطها بشكل جيد، يرقص ترقيصه ويعمل ثرو باس لرودريجوز او حسام الدين غشه، وبالتالي كيف يمكن ايقاف هذا الثلاثي في وسط كل التفكير هيبقى، او الناس كلها هتفكر انا ههاجم ازاي، محدش بيفكر انا هوقف هذا الثلاثي ازاي. بص احنا طبعا عندنا خط الظهر بتاعنا برضو فيه لعيبه متميزين، عبد محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، يعني عندهم توازن ورا وعندهم ميزه ان هم في الواحد ضد واحد والحاجات اللي فيها سرعات مميزين فيها. احنا اكيد النادي الاهلي هيلعب برضه مامن نفسه، مش هيجازف مجازفه، لا هيهاجم ويضغط طول ما هو شايف ان فريق الترجي في نص ملعبه مع الحرص من المدافعين ان هم يبقوا متمركزين كويس وقريبين من المهاجمين بتوعهم. احنا عارفين ان هم بيشتغلوا زي ما انا قلت لك على ان هم يخطفوا واحده مرتده او كره عرضيه او كره ثابته. بس هم اللي انا بشوفه يا كابتن كوشر، معرفش حضرتك صحح لي لو غلط، ان هم بيدوروا على ساس، يعني يان ساس هم بيشوفوه فين عشان يلعبوا له الكوره. هو لاعب هو المركز الحلول بتاع فريق الترجي. واعتقد ان النادي الاهلي هيقرب خطوطه من ناحيته بحيث ان هو ما يستلمش وان هو يشتغل معاهم شغل اللي هو المرتدات او التحولات. طيب تفتكر في النقطه دي تحديدا، ان يعني انا كنت بشوف مثلا زمان لما كنا احنا بنلعب بتلعب مان تقول احط له مان، يعني مثلا كان حسام عاشور يمسك حازم امام، حسام عاشور حازم امام الكبير يعني، يمسك شيكابالا لما كان لسه صغير في مباريات الاهلي والزمالك، هل ده ممكن نشوفه دلوقتي ولا كولر مش من محبي هذه الطريقه؟ والله بص هي بترجع برضه للمدرب، المدرب هل هو عنده قناعات بالطريقه دي، ان لو في لعيب مميز العب عليه مان؟ احنا ما شفناش مع النادي الاهلي، لا ما شفناش بصراحه، احنا لعبنا فرق كتيره ودخلنا بطولات كتيره، فبالتالي ما اعتقدش ان كولر هيبقى عايز يلعب مان على لاعب بعينه يعني في المباراه، لكن هيقرب الخطوط من ناحيته، الكره اللي ناحيته هيلعب مركز بالظبط، ويبقى في تحفظ من ناحيته بحيث ان ما يبقاش فيه يعني حد سايب مكانه كتير في الهجمات، هيبقى في تامين برضه ومايل عليه اللي هو الرجل المراقب بيه. اعتقد ان كولر لا يعني ما مش هيلعب مان على اي لاعب في الترجي، ولكن هيقفل خطوطه. الفرقه لما بتلعب بلوك واحد او مجموعه واحده في حاله الهجوم او الدفاع ما بيبقاش في ثغرات كتيره للاعب ان هو يتنفس في الخصم. واعتقد ان دي اكيد هيشتغل عليها، لان دي مباراه نهائيه، مباراه تكتيكيه بتاعه، يعني هيشتغل شغل تكتيك عليها ازاي يقدم المباراه، امتى هيضغط، بدايات المباراه مهمه جدا في الضغط، بدايات الشوط الثاني مهمه لو انت جايب جون او لسه ما جبتش جون، البدايات دايما مهمه جدا، ودايما اللعيبه في البدايات كابتن مهم جدا جدا التركيز، لان اللاعب في بدايات المباراه او بدايه الشوط الثاني او في نهايه المباراه التركيز بيقل شويه عند اي فريق. فلو الاهلي اشتغل على دي البدايات مع وجوده المباراه في ملعبنا، اعتقد ان دي ممكن تشكل خطوره كبيره على نادي الترجي، وان شاء الله انا يعني عندي احساس ان شاء الله باذن الله ان هنفنش المباراه بشكل كويس، بس انا مش عايز تراجع يعني بتمناها، هتكلم كبقى لا لا اتفضل اتفضل طبعا، مش عايز تراجع من لعيبه الاهلي قدام الترجي حتى لو احنا جايبين جول، لان هم بيدوروا على هدف واحد يا كابتن اسلام طبعا، النتيجه 0-0 دي خطيره. لا خلي بالك كمان حتى لو انت كسبان 1-0 كانها 0-0 بالظبط كده، هو ما زال مش بهزر يعني يخليه هو الله هو الليدنج عليك، صحيح صحيح، فانا مش عايز هدف يجي يحصل تراجع، بس هو ده اللي اتمنى النادي الاهلي يعني اللعيبه، واكيد جهاز احنا بنتكلم طبعا هم طبعا محضرين شغلهم، لكن اتمنى لما نجيب جون نضغط نكمل الضغط عليهم الامامي عشان ما يجوش عندنا، لان لما بيجوا في الثلث الاخراني عندهم حلول فرديه، عندهم صحيح ثابته، هم اطوال، واحنا الفتره الاخيره النادي الاهلي شفنا في بعض المباريات في الدوري كان في مشكله في الكور الثابته والتمركزات، بس عملناها بشكل جيد في المباراه الاخيره، يمكن باستثناء كره واحده مثلا ولا حاجه، ما انا بتكلم على الفتره الاخيره النادي الاهلي، واكيد الراجل مركز عليه يعني اشتغل عليها، ان ازاي التمركزات ذات العكسيه بتاعه محمد هاني، ونشوف طبعا الناحيه الشمال اذا كان بيفكر فيه
كوكا او بيفكر في مين اللي ممكن يلعب كريم فؤاد، لازم يشتغل على الباك العكس. انت تلعب مين يا كابتن؟ والله كريم، انا شفت كريم الماتش اللي فات اداها بشكل كويس. صحيح. يعني ما يعني انا وجهه نظري اللي نجح فيها يكملها. يعني كريم لعب هناك المباراه وكان اداؤه بنسبه كبيره كويس. الراجل ممكن يكون بيلعب في الجهه الثانيه او بيلعب قدام، لكن كريم في الاخر كان باك رايت، يعني هو قدر ان هو يشتغل. وبعدين عنده الحته الهجوميه، احنا محتاجين اللي يلعب في المكان ده يكون برضه بيعرف يهاجم كويس. يعني بس شماله مش هيبقى زي يمينه، هو هنا بس هجوميا هيقدر يتواجد لانه كورته كويسه كويسه وسريع. فانت ممكن تشتغل على سرعاته، مش شرط العرضيات بتاعته، لان الكوره بيلعب في النادي الاهلي يقدر يلعب برجله الشمال ورجله اليمين، لكن انت محتاج برضه حد يعمل لك جبهه. فانت الماتش اللي فات كان محمد هاني متحفظ وكريم كان طبيعي طبعاً. انا بشوف ده طبيعي الماتش اللي فات. اكيد اكيد طبعا، انت بتلعب بره ملعبك. كريم فؤاد برضه كان متحفظ عشان بيأمن النتيجه، لكن احنا محتاجين في الماتش ده ان احنا نشتغل جبهات على فريق الترجي. فبالتالي انت عايز لعيب يكون جريء شويه. وجهه نظري كريم فؤاد اداها كويس، ولو لاعب كوكا برضه الفتره الاخيره انا شايف ان هو ما شاء الله يعني في حاله فنيه عاليه. لكن انا عن نفسي انا ارشح كريم فؤاد، الامور بتاعته وبرضه يعني دي افضل، انا شايف ان دي افضل للنادي الاهلي وفيها تامين. كريم عنده خبرات، لاعب كتير يقدر ان هو يأديه. وعندك الخط الامامي النادي الاهلي عنده. طب هل من الممكن ان نرى تغيرا في التشكيل؟ والله لو تغير في التشكيل، لو دي بقى ترجع وجهه نظرك انت. لا وجهه نظرك، ما هو طبعا هو ممكن يعمل اللي هو عايزه. اللي انا شفته من نادي من فريق الترجي انه هو في نص ملعبه ما كانش مستحوذ او بيعتمد على الاستحواذ. فبالتالي لازم تحط لاعب يكون لعيب كوره في نص الملعب للاعب الفرقه دي، زي قفشه مثلا. طبعا اوكي طبعاً. وجهه نظري لازم، لان هم في ملعبهم ما كانوش مهتمين بنص الملعب ان هم ياخدوا نص الملعب منه. فانت في ملعبك اكيد ان هو هيبقى متراجع، هتبقى عايز لعيب الكوره لعيب بصير. فقفشه انا شايف بدايه قفشه في المباراه دي هتبقى ايجابيه. على حساب مين يا كابتن؟ والله هو طبعا المره اللي فاتت يعني حتى لو لعب باكرم و مروان اثنين بيلعبوا بضهره سته، هو يقدر يشتغل براحته كويس قوي، وخاصه ان اكرم ومروان بيضغطوا كويس فهيأمنوه. الشكل كده هيبقى افضل ومتوازن. عندك اثنين يعني شرسين جدا في نص الملعب مع لعيب كوره بيوصل وبيكمل ورا اللاعبين. وجهه نظري دي تبقى متوازنه، خاصه ان انا شفت فريق الترجي ما عندهوش خطوره عاليه جدا في نص الملعب. فانت لازم تبقى عندك حته المبادره وعندك اللعيب اللي وصل. طب الجزء الامامي؟ الجزء الامامي حسين الشحات وبيرتا ووسام، انا شايف ان هم الثلاثه الاجهز او الافضل، واللي انت بتشعر ان هم في وجودهم تقدر تسجل باي واحد منهم. الثلاثه بيعرفوا يجيبوا جون، ودي مهم ان انت تحط المهاجمين بتوعك يكونوا هدافين بيعرفوا يجيبوا جون. فالثلاثه متميزين فيها. حسين الشحات عنده خبرات كبيره وبيعرف يخش ال 18 وهادي جدا في التعامل مع المواقف جوه ال 18 وبيعرف يلعب على الجون. بيرساو لو في حالته هيبقى التحول بتاعنا هو اخطر واحد. وسام بيتميز عجبني جدا لانه هو بيجمع بين اللاعب اللي هو المحطه واللاعب اللي هو المتحرك واللي بيقاتل على كل كوره، والاهلي كان بيفتقد النوعيه دي شويه في الفتره الاخيره. صحيح. فالثلاثه دول افضل ثلاثه ممكن يبداوا المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. عموما ربنا يكرمنا ومارسيل كولر يكون عنده ان شاء الله التوفيق في هذه المباراه. التوفيق برضه المدرب بيحتاج التوفيق. طبعا الكرة توفيق يا كابتن اسلام. صحيح. في الاول والاخر احنا ياما لعبنا كورة وممكن تبقى حاططها صح وما تروحش تيجي وما تروحش واحد. وممكن كورة تحطها تلاقي تخبط حد، يعني طبعا التوفيق في كل حاجة، واحنا بنقول يا رب التوفيق يكون معانا وان شاء الله باذن الله. يعني يا رب ان شاء الله مصر تفرح، لان الاهلي يستحق ان الاهلي الافضل. الاهلي هو فعلا يعني العلامة المضيئة في افريقيا والنادي الاهلي، وده مش بالكلام بالارقام وبالبطولات. فان شاء الله الاهلي هيفرح كل الجماهير المصريه ان شاء الله، ونحصل على ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي السابق ومنتخبنا الوطني.